أعزائي المستمعين والمستمعات، بالأمس حكى معنا أحد المستمعين على الهاتف وكان عم يحكي عن موضوع له علاقة بالتأمين الاجتماعي، الضمان الاجتماعي سيجيكا، بمعنى أنه نحن مثلاً عم ندفع التأمينات قد يكون 1000 ليرة 755 ليرة إلى خلافه كل شهر كل شهر كل شهر. بعد مرور سنتين ثلاثة ولظرف ما اضطريت أنا أترك تركيا، رحلوني إلى آخر أيا كان السبب، ماذا سيحدث بهذه المبالغ التي دفعتها؟ يعني كمية كبيرة، ربما كل سنة حوالي 8000 ليرة. طب أنا مثلا دفعت حوالي خلينا نقول 22-23 ألف خلال 3 سنوات، يا ترى أنا هاي المبالغ أستطيع أن أستفيد منها ولا راحت علي خلاص، ولا كان ممكن أستفيد منها فقط بلحظة وجودي وأنا موجود، يعني أنا وعم أستفيد منها. خلينا نعرف أكثر عن هذا الموضوع. معنا على الهاتف الأستاذ مجد الطباع، المحامي والمستشار القانوني. أستاذ مجد يسعد لي صباحك يا رب. يسعد صباحك أستاذ ريلال، كيفا؟ حياك الله سيدي الكريم. أستاذ مجد، اللي دفع الضمان الاجتماعي سيجيكا 3 سنوات وبعدين طلع برا البلد، خلينا أول شيء تفضل خذ راحتك. كمل. لا معك، خذ راحتك. خلينا أول شيء نعرف شو هو الضمان الاجتماعي. يا سلام. الضمان الاجتماعي الأخي هو مؤسسة تابعة على وزارة العمل بكل الدول، نحن كان بسوريا ولا بتركيا، هي مؤسسة تحالها بتركيا اسمها سيجيكا. هاي المؤسسة تابعة على وزارة العمل تحمي الموظفين من الحوادث، يعني التأمين الاجتماعي، وبالمقابل هي كمان هي التأمين التقاعدي، يعني تحمي الموضوع التقاعد. جميل. هذا التقاعد، المبلغ اللي بندفع بندفع بشكلين، في ناس تدفع باسم سيكاكا بيكون هو موظف، في ناس تدفع ثاني اسم ثاني اسمه باكور اللي هو صاحب العمل. حلو. الفريقين مجبورين يدفعوا ضمان اجتماعي. طيب طبعا هاي المبالغ اللي بتندفع تقريبا من حسب العمر، أي واحد اثنين على حسب معاش هذا الموظف. نحن كلياتنا بنعرف انه 880 ليره الموظف بيدفع، هذا الافكار اجرته اقل الاجره. تمام. هي في مبالغ اكثر من هيك، هي المبالغ متى ما اندفعت عم فوت بصندوق الضمان الاجتماعي. انت خلال الفتره اللي قاعد متواجد فيهم بيحق لك انت وعائلتك تدوا على حساب 100% على حساب الضمان الاجتماعي. طيب. هي المبالغ لحظه انت ما بيحق لك تستفيد منها اي شيء الا بلحظه التقاعد أول وفاة. أها. طب لحظة، يعني أنا الآن ما بعرف راح أقعد سنتين ثلاثة، يعني إذا بعد 3 سنوات ترك تركيا ورحت راحوا علي، هيك معناها؟ طبعا السوريين بالوقت الحاضر ما حيستفيدوا منها شيء من موضوع إعادة المبالغ. هلا بغض النظر كان سوري أو كان أجنبي أو أي جنسية، نفس الفكرة. طبعا. طب ما بقدر أقول لهم إنه يا جماعة ما بيطلع لي تعويض مثلا أو جزء من راتب، ولا لازم ضل حتى اتقاعد؟ وشو سن التقاعد هون مثلا؟ امتى بيحق لي يعني مثلا؟ في سنين تقاعد. في سن تقاعد 60. كم؟ وفي 60. ايه. وفي 25 سنة عمل. او 25 سنة عمل. طبعا هي ال 25 سنة عمل بتنحسب على كم يوم عمل. انه بدهم بيحسبوا كل سنة 365 يوم استاذ بلال، بيخرجوا منها العطل وبيحسبوا عدد معين، هو يمكن حدود 72 ألف يوم عمل. هذا بيطلع له رسالة معين أكثر شوي. إيه. يمكن نعم. يمكن حكيت رقم غلط، كبرته كثير. تمام. يمكن سنة 7200 يوم عمل. لأنه 72 ألف هذا سيدنا نوح عليه السلام. إيه سيدنا. فالفكرة اللي بنلفت النظر إنه هاي الأرقام ما فيك تستعيدها، فيك تستفيد منها بشغلة واحدة. إنه أنت بتحسن ترجع على صاحب العمل. وقت بدك تترك بالتعويض. أها. شو اليوم بيرجع لعنده بالتعويض؟ يعني صاحب العمل ما فيه تصلح من عملك. أيوة بهالطريقة. نعم. إيه أنت نعم. باعتبارك مسجل ولك قيود ترجع على صاحب العمل بالتعويض من صاحب العمل. جميل. كانت شركة عامة خاصة أجنبية كلهم بترجع لهم بالتعويض. تمام. وضحت الصورة أستاذ مجد الطباع المحامي المستشار القانوني، أشكرك شكرا جزيلا. حبيب قلبي أستاذ بلال. تسلم لي. خلي لي عينك.